نيلي انت اتقيتي بعبد الحليم حافظ؟ اه طبعا. في ايه؟ في لا شغل مش في عمل فني كده يعني، بس. هو عبد الحليم كان يعرفني زمان وانا طفلة صغيرة، كان يعرف بابا وفيروز وكده، وبعدين لما كبرت بقى في سن المراهقة بقى كده اتعرفت عليه بقى، وكان شخصية جميلة جدا جدا. في عندنا ارشيف بيقول في عبد الحليم حافظ تمنيت العمل مع نيلي، عندك فكرة؟ واو عندك فكرة عن الأرشيف ده؟ واو ها؟ ده انا لازم انسانة محظوظة جدا. ده طب أنت عارفة إن دي أمنية لعبد الحليم حافظ ولا ما تعرفيش؟ ما تعرفيش؟ معرفش، ما تعرفيش؟ ما تكلمتوش في مشاريع عمل خالص؟ لا هو كان بيقول لي عايزين نعمل حاجة مع بعض وكده، وبعدين كان بيلاقيني دايما اعتذر عن اعمال كتير قوي، فكان يقول لي ما تعتذريش عن كل حاجة كده بسرعة، طيب تحبي تاخدي رأيي اقرا لك السيناريو كده، فكان شخصية حنينة جدا. بيقال ان انت من اكتر الناس اللي بيرفضوا شغل واعمال، تفتكري ايه يعني باستمرار، ايه السبب؟ من الخوف، من الخوف. وده غلط يعني، احيانا الخوف الزيادة عن اللزوم زي ما بعض الناس ما قالوا ان ده ساعات بيعطلك. بيعطل المسيرة نفسها، بس هو اللي حصل ايه، ان انا عايزة دايما اكون بيرفكت. محترمة، لا مش بيرفكت، ما فيش حد بيرفكت، عايزة اكون محترمة في عيون الناس، يشوفوني دايما في اعمال ابقى يعني عند حسن ظنهم، وكل ما بكبر كل ما الشعور ده بيزيد عندي. مسؤولية تزيد أكتر، يعني الدنيا انا بيشد. اقول لك حاجة ببساطة، يعني انا ممكن اعيش في مستوى احسن من اللي انا عايشاه، يعني انا لو ما كنتش رفضت كل الاعمال اللي بتجيلي ممكن اعيش في مستوى احلى من كده، واعيش اهلي في مستوى احسن من كده، انما انا افضل نعيش في مستوى اقل واعتذر عن الحاجات اللي انا احس نفسي اني مش هي، مش عاجباكي، مش مش مستواكي. المستوى اللي انا عايزاه. نشوف شاشتنا مرة تانية. الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه عن فنانة أنا بعشقها، أنا بعتبرها يعني بونبونة السينما المصرية، الفنانة العظيمة القديرة المجيدة المبدعة نيلي. عايز أقول لك يا نيلي أنا اشتقت للشغل معاكي حقيقة، اشتقت للشغل معاكي في السينما، يعني طبعا التلفزيون والجمال اللي بتعمليه ده، يعني الاستعراض والأغاني والحاجات الحلوة والملابس والشيء اللي بيشدنا كلنا ويسعدنا، ده جزء صغير جدا من إمكاناتك الفنية ومن إبداعاتك الرهيبة والعظيمة في التمثيل، لأن أنت ممثلة والممثلات قليلات يعني. فإحنا أنا اشتقت أشتغل معاك يا للي، أرجوكي شجعيني، وعلشان خاطر نبقى هتشجعيني بإيه يعني، ما مش بقولكيش تعالوا ده بيبدو معايا عقد، لا شجعيني يعني كلميني، دلعيني زي زمان ما كنت بتكلميني كده، ونقعد إيه ندردش ونفكر نعمل إيه وإيه وإيه. وأنا بتمنى لك يا نيلي دايما يعني التوفيق والاستمرار في ممارسة فنك العظيم اللي احنا برضو اتحرمنا منه على فترات طويلة. اتمنى اننا انه يحصل فيه تواصل ومعايا ومع غيري، يعني تفتكر ان انا عايز اعمل عليك يعني حصار يعني، لا انا اتمنى اعمل حصار بس يعني شجعيني بقى. والى ان اراك ونلتقي في عمل، اتمنى لك يعني الصحة والسعادة والإشراق الدائم والحيوية المتدفقة وإلى الأبد يا نيلي. في سؤال يا نيلي على فكرة أنا بتسأله من بنات كتير كده، أنا طبعا عارفة أنا عجزت يعني، إنما برضو إيه يعني لما يحصل تيجي سيرة نيلي يقولوا لي هي نيلي محتفظة بشبابها وحيويتها دي يعني إزاي يعني؟ فالحقيقة أنا ما بعرفش يعني، انا ما عرفتش احتفظ باي حيويه بالنسبه لي، انما ما شاء الله يا نيلي
انت زي بقول بونبونه من زمان وبونبونه لغايه دلوقتي، فالبنات عايزين يعرفوا طب انت بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي قد ايه، بتلعبي رياضه، ما بتلعبيش رياضه، يعني اديهم وصفه لله يعني عشان خاطر الجيل الجاي. عسل عسل محمود ابو زيد دمشوم، فنان 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 طبعاً. وعمل لنا احلى افلام شفناها في السينما طبعا فعلا حقيقي طبعاً. يعني هو بس سؤاله طبعا لذيذ جدا. حطي الوصفه بقى، قولي الوصفه عشان كل الناس تعرفها. اقول لك الوصفه ايه؟ دي وصفه انا ما بعملهاش، هي من عند ربنا، انه قلبي ما فيهوش حقد. جميل. يعني القلب اللي ما فيهوش حقد ده ما بيكبرش بسرعه، يعني بيحتفظ بنفسه، لان اللي بيغل والغيره والحقد والحاجات دي بيكبر بسرعه. اكيد. فانا ما كانش عندي في حياتي ابدا اي حقد ولا غيره الحمد لله، يعني ده يمكن باين عليا. وبعدين بالنسبه للرشاقه بقى للاكل، انا باكل كل حاجه كل حاجه، حلويات وبطاطس ومكرونه كل حاجه، بس كميات قليله. يعني انا اشبع بسرعه، قنوعه في كل حاجه، زي ما انا قنوعه في حياتي قنوعه في الاكل كمان. الحمد لله الحمد لله. فكميات قليلة، يعني ممكن أي واحدة تاكل كل حاجة وبس تبقى كميات قليلة. وبعدين اليوم اللي تاكل فيه بطاطس بلاش حاجة حلوة، يعني يا ده يا ده. طب أنا بصي نيلي، عندي سؤال تقليدي في نهاية كل حلقة. اتفضل. السؤال بيقول لو اخترتي، يعني احنا سألناك الحقيقة كتير يعني، بس عايزينك انت تسألي حد، فمن هو هذا الشخص اللي هتسأليه وإيه هو السؤال؟ أسأل مين؟ أسأل جمهور السينما. أقول له أنت مبسوط بالأفلام اللي موجودة دلوقتي في الساحة الفنية؟